قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الفدية. باب الفدية. الفدية عند أهل العلم تنقسم إلى أربعة أقسام، أو المحظورات التي يفعلها الناس مع الفدية لها أربعة أحوال. الشيء من المحظورات فديته مغلظة، فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، هذا فديته إيش؟ مغلظة. الجماع قبل التحلل فديته مغلظة. قلنا إيش الفدية؟ بدنة أو بقرة، يعني بعير أو بقرة. طيب هذه فدية مغلظة. ما فديته المثل، فديته المثل. مثل شنو؟ الصيد. سيأتينا الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله. الصيد فديته المثل. بعد ما ليس له فدية، ما ليس فيه فدية، وهو عقد النكاح والخطبة. عقد النكاح والخطبة ليس فيه فدية، حرام، فيه إثم لكن ما فيه فدية. النوع الرابع باقي المحظورات. باقي المحظورات فديتها على التخيير ثلاثة: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. هذه فدية التخيير. طيب.